يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، مرحبا بكم أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق نظرة النعيم. إني والله وطالله وبالله أحبكم جميعا في الله، والله أسأل كما جمعني بحضراتكم في هذه السهرة الإيمانية أن يجمعني بحضراتكم في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام، اسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان ألا إن نصر الله قريب، وهو موضوع الله أسأل أن يمدنا فيه بعلم من علمه وفقه من فقهه ومدد من مدده، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، معلوم أن نصر الدين هو أمنية كل مسلم على وجه هذه البسيطة. كلنا نحلم بأن يرتفع كتاب الله وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويسود التوحيد وتسود الشريعة، وينتشر هدي النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. هذه أمنية كل مؤمن ومؤمنة. ولكن أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، مع تمنينا للنصر ومع تمنينا لرفعة الشريعة، أحيانا يتأخر النصر رغم أننا ندعو بالليل والنهار. الله تبارك وتعالى أمرنا أن ندعوه فنحن ندعو، فربما تأخر علينا النصر. أحبتي الكرام الأخيار، هذا التأخر ربما كان بشؤم ذنوبنا وشؤم معاصينا لربنا سبحانه وتعالى، وربما كان لأننا لم نتهيأ لاستقبال هذا النصر، وربما كان بسبب أننا لم نتجرد لله تباركت أسماؤه وجل في علاه، وربما أننا لم يكن منا إيجابية لخدمة ديننا. أحبتي الفضلاء الأخيار، نعم، قال الله تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله يمتحننا، هل سنتقدم لنصرة هذا الدين أم سنتخاذل وكل منا يقول نفسي وليذهب الجميع إلى الجحيم. أقول وأكرر، قال الله تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هل سننهض ونهب لنصرة هذا الدين أم سنتخاذل أحبتي الكرام عن نصرة ديننا؟ الله تعالى سينصر هذا الدين حتما ولا بد، بنا أو بغيرنا، ونسأل الله تعالى ألا يستبدل بنا. قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة. أحبتي الكرام الفضلاء، الله سينصر هذا الدين بنا أو بغيرنا، ولكن نسأل الله ألا يستبدل بنا ويجعلنا جميعا أهلا لنصرة دينه. إن نصر دين الله تبارك وتعالى من السهولة بمكان على رب الأنام تبارك وتعالى. نعم، إن أصحاب رسول الله نصرهم ربنا من غير أن يضربوا سهما واحدا. انظروا إلى أصحاب رسول الله في غزوة بني النضير، كان السلاح الذي نصر الله تعالى به النبي وأصحابه هو سلاح الرعب. انظروا إلى غزوة ذات الرقاع، كان السلاح الذي نصر الله تعالى تبارك وتعالى به الحبيب المصطفى وأصحابه أيضا سلاح الرعب. انظروا إلى معركة بدر، كان السلاح الذي نصر الله تبارك وتعالى به أصحاب رسول الله هو ملائكة الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى هو الذي قال ولا ينصرن الله من ينصره. أصحاب رسول الله
أصحاب رسول الله نصروا الله جل وعلا لذا نصرهم الله، فهل نحن نصرنا الله جلت قدرته أحبتي الكرام من أجل أن ينصرنا الله؟ إن أصحاب رسول الله لما خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة أعان الله تعالى المشركين عليهم. نعم، في غزوة أحد لما خالف أصحاب رسول الله حبيب القلوب محمد خالفوه في كلمة، قال لهم لا تتركوا الجبل ولو تخطفتنا الطير. لما وجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين انكسروا لأول وهلة، نزل أصحاب رسول الله وتناسوا أمر النبي المصطفى وانشغلوا بجمع الغنائم، فالتفت خالد بن الوليد فوجدوهم، وجد خالد بن الوليد أصحاب رسول الله تركوا أماكنهم، فصرخ على المشركين فأقبلوا على أصحاب رسول الله فضربوهم، ففر أصحاب رسول الله في الجبل. والله تعالى هو الذي قال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. هنا أقول إذا كان أصحاب رسول الله خالفوا رسول الله في أمر واحد هزمهم الله وأعان عليهم المشركين، طيب هل نحن خالفنا رسول الله في كلمة واحدة أو في حكم واحد، أم أن شرع ربنا سبحانه وتعالى مغيب عنا أحبتي الفضلاء الأخيار؟ ولكن لا يفوتني أن أذكر بمقولة قالها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال إن هزيمة أصحاب رسول الله في يوم أحد كان سر انتصاراتهم فيما تلتها من غزوات وفيما أتى من بعدها من غزوات، لأنهم لما خالفوا رسول الله وهزموا قالوا في أنفسهم خالفناه فهزمنا، فكانوا لا يقطعون أمرا دون النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن أحبتي الأخيار الفضلاء، في هذه العجالة أريد أن أبين أن النصر على أعداء الإسلام لابد له من أسباب. السبب الأول من أسباب نصر الإسلام وعز المسلمين ترسيخ العقيدة وترسيخ الإيمان أحبتي الفضلاء. فالعقيدة إذا استقرت في القلوب واستقر الإيمان في القلوب وعلم المقاتل في سبيل الله أو علم المجاهد أو المجتهد في دين الله عز وجل أن أجره سيكون موفور الكرامة له في جنات ونهر، وأن الغيبيات التي تكلم الله تعالى عنها في القرآن وحدثنا عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أصبحت بالنسبة له كأنها مشاهدة، والله وتالله وبالله سيبذل كل منا النفس والنفيس إكراما لدين الله جل وعلا ابتغاء مرضات الله جلت قدرته، كلنا سنبذل النفس والنفيس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبتي الكرام الطفل منهم كان يقبل على رسول الله لما استقرت العقيدة والإيمان في قلبه، والله يا مسلمون كان الطفل يأتي إلى رسول الله ويقول إذن لي يا رسول الله أن أقاتل في سبيل الله، وكان يقف على أصابعه حتى يقبله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان النبي المصطفى ينظر إلى قدمه ويقول له ارجع وأتنا في العام المقبل، فيقول له يا رسول الله أنت قبلت سمر بن جندب، والله لو قاتلته لو داخلت له مصارعة لو صارعته لصرعته أمامك، فيقول له النبي المصطفى إذن فصارعه، فيصرعه أمام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقبل النبي المصطفى الطفلين. من هو يا ترى الذي طلب هذا المطلب من رسول الله؟ إنه رافع بن خديج، ولما دارت رحى المعركة ضربه مشرك في صدره فأتى بالسهم وهو في صدره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا حبيب القلوب إن مشركا ضربني بسهم، فخيره النبي المصطفى قال إما أن أنزع السهم والنصل وإما أن أنزع السهم وأترك في صدرك النصل وسأشهد لك أمام الله بأنك من الشهداء، فقال إذن فاترك النصل يا رسول الله واشهد لي أمام الله أنني شهيد.
فنزع النبي المصطفى وترك النصل في صدره والتأم الجرح على النصل. مرت الأيام فلما اقترب أجله انفجر الجرح ومات شهيدا بشهادة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا طفل استقرت العقيدة والإيمان في قلبه، ضحى بنفسه وضحى بنفيسه، واشترى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بل إن الرجل الشيخ الذي شاب شعره ووهن عظمه وربما كان يعرج بقدمه كان يسأل رسول الله أن يأذن له في القتال، لأن أبناءه منعوه من القتال. من هو يا ترى؟ إنه عمرو بن الجموح، لما أقبل إلى النبي المصطفى وقال إن أبنائي يمنعوني من القتال في سبيل الله، ائذن لي يا رسول الله. فقال النبي المصطفى لأبنائه ائذنوا له لعل الله تعالى أن يرزقه الشهادة. وبالفعل دخل في أرض المعركة وقتل شهيدا. أحبة الكرام، النبي المصطفى يقسم أنه رآه يدوس بعرجته في الجنة ولكن لا عرج فيها أيها المسلمون عباد الله. بل إن المرأة كانت تجاهد في سبيل الله وكانت تفعل ما تفعله النساء في أرض المعركة، ولكن إن اقتضى الأمر أن تقاتل بالسيف دفاعا عن عرض الإسلام، والله يا مسلمون كانت تترك السقاء وتمسك بالسيف لتقاتل في سبيل الله. نعم، إنها العقيدة التي استقرت في القلوب. إذن أول بنود النصر وأول متطلبات النصر استقرار العقيدة في القلوب واستقرار الإيمان أيضا في القلوب. أحبتي الفضلاء الأخيار، ثانيا التجرد والإخلاص. التجرد والإخلاص، الواحد منا يجرد دينه ويخلص عزمه وقصده لله جل قدرته. نعم، الله تعالى قال للنبي المصطفى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، فالتجرد والإخلاص أحبة الكرام يجعلنا نفعل الطاعات العملاقة ولا نستسقي الطاعة ولا نستسقي العبادة ولا نستسقي الجهاد ولا نستسقي الاجتهاد، ولكن الإخلاص ييسر العمل. أقول وأكرر، إخلاصنا لله تعالى ييسر العمل، يجعل العمل الضخم العمل العظيم سهلا ميسورا ما دمنا نتجرد فيه لرب الناس تباركت أسماؤه وجل في علاه. إن عمار بن ياسر لما رآه النبي المصطفى يحمل صخرتين على كتفه من أجل أن يشارك في بناء مسجد رسول الله، فقال له النبي المصطفى يا عمار لماذا لا تحمل مثل أقرانك؟ ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فبشره أنه سيقتل شهيد، ولكنه سأله قال له يا عمار لماذا حملت صخرتين وإخوانك كل منهم يحمل صخرة؟ فقال يا رسول الله لأنني ألتمس عند الله الأجر، أحتسب عند الله الأجر، أنا لا أريد أن يكون لي عند الله تعالى أجر صخرة واحدة، ولكنني أتمنى أن يضاعف ربنا تبارك وتعالى لي الأجر. أرأيتم أحبة الكرام كيف أن الإخلاص ييسر العمل، يجعل العمل مهما كان ضخما ومهما كان عظيما ومهما كان لا يطاق بالنسبة لأعين الناس جميعا يكون سهلا ميسورا. واسمحوا لي أن أذكر في هذا المعنى أحبة الفضلاء لأبرز معنى جميل ورائع من خلال كتاب ربنا سبحانه وتعالى في التجرد، إن التجرد بيجعل العمل الصعب على كثير من الناس سهلا ميسورا على المتجردين. يعني أنا تأملت على سبيل المثال نبي الله إبراهيم لما أمره الله تعالى بذبح ولده إسماعيل، أمر صعب، من يطيق أن يذبح ولده ولو كانت بأوامر العلي الأعلى سبحانه وتعالى؟ ولكنه التجرد، قال لإسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انظروا إلى التجرد، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
قال الله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه التجرد مهما كان العمل ضخم ومهما كان صعبا في أعين الناس فهو على المخلصين سهلا ميسورا. أحبتي الأخيار الفضلاء، أيضا من أسباب تحقيق النصر، ولعلنا نتأمل هذا المعنى أحبتي الفضلاء، أن ننشئ في المجتمع الطهر الذي أراده الله تعالى في مجتمع الموحدين. نعم، يعني إذا كان الله تعالى يقول: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نعم، ومن سمات الطهر إقامة الصلاة، ومن سمات المجتمع الطاهر أحبتي الكرام إيتاء الزكاة، ومن سمات المجتمع الطاهر أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله تعالى في القرآن يقول: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الله الله، لو كان مجتمعنا على هذا النسق من الطهارة والله إن نصرنا على أعدائنا ورفعتنا على من عادانا سهل الميسور، وهو من السهولة بمكان عظيم. أحبتي الفضلاء، يوم أن ينتشر الصلاح ويوم أن نملأ بيوت الله تباركت أسماؤه بالعبادة والتجرد في مذبحة من المذابح التي تمت في فلسطين. بعد هذه المذبحة شاب فلسطيني تشاجر مع شاب يهودي، فقال الفلسطيني لليهودي: سينصرنا ربنا عليكم وسنقاتلكم وسيشاركنا الحجر والشجر. قال: إننا موقنون بذلك جاهلنا وعالمنا، ولكن ليس أنتم. يوم أن تكونوا في الصلوات الخمس كما تكونون في صلاة الجمعة هنا ستنتصرون علينا. ارجعوا إلى قول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. أقاموا الصلاة، وليس إقامة الصلاة فقط، وآتوا الزكاة، وليس إيتاء الزكاة فقط، ولكن أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ونحن تناسينا يا مسلمون أننا أمة دعوة. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تناسينا أيها المسلمون عباد الله، تناسينا هذا الفضل الذي مدحنا وزكانا الله تعالى به. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل، وحياك الله وأحياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك. أمين. وإن أمين عنوان هذه الحلقة لجميل: متى نصر الله؟ الله. قال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ الله. أليس هذا السؤال هو الذي تسأله أنت يا فضيلة الشيخ؟ أليس هذا السؤال هو الذي أسأله أنا؟ أليس هذا السؤال هو الذي يسأله الجميع؟ نستمع إلى الرد من الله سبحانه وتعالى: ألا إن نصر الله قريب. الله. لكن لابد أن ننصر الله في أنفسنا. الله. وفي بيوتنا وفي مجتمعنا أولا حتى ينصرنا الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم
ويثبت أقدامكم. وقال الله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، الله. إن الله لقوي عزيز. نعم نحن أمة مباركة، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. نعم أمة مكرمة، ولكن نريد أن نتمسك بأسباب النصر، نريد أن ننصر الله سبحانه وتعالى حتى ينصرنا الله سبحانه وتعالى. فلا نختار إلا المنهج الإسلامي، ولا نرجع إلى الوراء أبدا. لابد علينا أن نتمسك بأسباب النصر. وأترك الفرصة إليك شيخي الفاضل، وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ أيمن، ما شاء الله مداخلة قيمة، أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك. شكر الله لك وجزاك الله عنا خير الجزاء. أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار، قلنا لا نتناسى أبدا أننا أمة دعوة، ولا نتناسى أبدا أننا ينبغي أن نكون على إيجابية عالية لخدمة ديننا. نعم، لأن كثيرا منا تناسى هذا المعنى، والكل يقول نفسي. لا يا مسلمون، إن أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان النبي المصطفى يذكرهم حتى في أمور القتال والجهاد، يقول: تذكروا أننا دعاة إلى الله قبل أن نكون مجاهدين في سبيل الله. نعم، فنحن أمة دعوة. فالتمكين، الله تبارك وتعالى قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيضا من أسباب النصر الصبر أحبتي الكرام. إن النبي المصطفى هو الذي قال: يا أبا جندل اصبر واحتسب، يا أبا جندل اصبر واحتسب، إن الله جاعل لك ولمن معك فرجا قريبا. الله الله الله. فالنصر حليف الصبر. قال النبي المصطفى في حديث آخر: إن النصر مع الصبر. فلا بد من صبر، ولا بد ألا نتعجل. الحبيب المصطفى بشر الأمة بقوله: والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. لا نستعجل، الله تبارك وتعالى سيجعل الغلبة لهذا الدين، وسيجعل النصرة لهذا الدين، والمسلمون إن شاء الله تعالى الغلبة لهم. ودين الإسلام رغم أن أعداء الإسلام تألبوا عليه من هنا وهناك، أعداء الإسلام في الخارج والداخل تألبوا عليه وحاربوه، ولكن ما زال دين الله تعالى باق، وما زال دين الله تباركت أسماؤه مرفوع منصور. أي نعم أحبتي الكرام، قد يمرض بدن الإسلام ولكنه لن يموت. المسلمون تعرضوا لأزمات، أي نعم، وتعرضوا للاضطهادات، ولكن سبحان الله سرعان ما تدب الحياة في هذا البلد البدن المريض. وسبحان الله رب العالمين، ينتعش مارد الإسلام ويبلي ربنا بالمسلمين بلاء حسنا. أنني لما قرأت أحبتي الكرام عن القرامطة الذين عدوا على بيت الله الحرام وسرقوا الحجر الأسود وظل عندهم ربع قرن من الزمان، والله يا مسلمون مر قرن واحد وإذا ببدن الإسلام ينتعش، والمسلمون يهبون هبة رجل واحد فيدكون أسوار فينا، يدكون أسوار فينا ويدخلون إلى تخوم فرنسا حتى أنهم وصلوا للأندلس. نعم، إنه وعد الله الذي يتحقق، ولكن متى؟ إذا نصرنا الله جل وعلا. ولكن إذا سعينا لعارية البطون والفروج أحبتي الكرام الفضلاء، فنخشى أن يتخلف عنا وعد الله تباركت أسماؤه. قال الله تعالى:
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لا بد من العودة ولا بد من الأوبة ولا بد من الصبر على منهج الله رب العالمين. ولكنني تأملت الحبيب المصطفى وهو يقول: اصبر يا أبا جندل، إن الله تعالى جاعل لك ولمن معك فرجا قريبا. وقفت خاشعا أمام الحبيب المصطفى وهو يبث الأمل، يبث الأمل في نفوس أصحابه. وهذا المنهج نريده أحبتنا الكرام من كل من ينتسب لهذا الدين، لا بد أن يبث الأمل في نفوس الناس قاطبة. لا نريد الشاب المفبط التي يحبط مشاعرنا، ولكن نريد الداعية الموفق الذي يبث في قلوبنا الأمل، وهو لن يأتينا بشيء من كيسه، ولكن الله تعالى هو الذي قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال الله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. بل كان الحبيب المصطفى في شدة الأزمات، في شدة الأزمات كان يقول: إن الله جاعل لما ترون فرجا قريبا. وهكذا علمنا النبي المصطفى كيف نتفائل وكيف نتوقع الخير من الله، كيف لا، والله تعالى هو الذي قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إذا ظن بي خيرا فله الخير، وإذا ظن بي شرا فعليه الشر. أيضا أحبتي الكرام، من أسباب النصر الاعتماد على القوي الأعلى سبحانه وتعالى. ولكن إذا اعتمدنا على الله، الاعتماد على الله لابد أن يكون معصوبا بالأخذ بالأسباب. نعم، لا يكون توكلا، إنما توكل معصوب بالأخذ بالأسباب. نعم، أقول أكرر: إذا اعتمدنا على الله فلا بد أن نعد العدة. ألم يقل ربنا في القرآن: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأنا يعني أخذ الخيط من هذه النقطة وأتساءل مع إخواني المسلمين في الدنيا برمتها، وأقول: ما الذي قدمناه لهذا الدين؟ ما الذي قدمناه؟ ما هي البصمة التي قدمناها لخدمة هذا الدين؟ نعلم الإجابة على هذه النقطة بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ الحبيب أحمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله، أحبك الله أخي الحبيب. والله وأنت تتحدث عن هذا الموضوع الماتع الشيق النافع، الله، ذكرت قول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأنت تتحدث عن النصرة، أقول لك أن الذي ينصرنا هو الله، الله، والذي يقيم دينه ويعز إسلامه هو الله. نعم. وشفى الله شيخنا ومحدث عصرنا فضيلة الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله لنا في خطبته الماتعة أنت الجماعة ولو كنت وحدك، حينما قال: أحلف بالله إننا منصورون. الله. أقسم بالله أننا عندما أسمع هذه الخطبة يكاد قلبي ينزف قبل عيني. فأنا أناشد المسلمين جميعا ألا يفقدوا الثقة في الله عز وجل وأن يكونوا متمسكين. ونحن الآن يا فضيلة الشيخ محمد أمامنا فرصة، إن لم نجتمع عليها سنرجع غنما نساق بالعصا. فأدركوا أيها المسلمون اللحظة الفاصلة، والله عز وجل هو الذي يدير الكون وهو الذي سيمكن لنا بإذن الله عز وجل. فلا نتعجب ولا نستغرب ولا نعتقد أن الفسقة والفجرة تتملك زمام الأرض أو أن الله عز وجل ترك أولياءه لأعدائه، بل إن الله عز وجل يجعل للمسلم من كل شدة فرجا ومن كل ضيق مخرجا. واعلموا أيها المسلمون أنه لا منجا ولا ملجا من الله إلا إليه.
ما شاء الله مداخلة قيمة أخي الحبيب أحمد، جزاك الله خير الجزاء. ما شاء الله ما شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. الأخت الفاضلة نهلة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بالأخت نهلة، يا أهلا وسهلا. مرحبا بك شيخنا الفاضل، بارك الله فيك، أكرمك الله وجزاك الله خيرا على هذا الموضوع القيم الذي نحتاج إليه الآن في هذا الوقت العصيب. نعم. وحقا ألا إن نصر الله قريب، فمن المحال دوام الحال، وإن أشد ساعات الليل سوادا الساعة التي يليها ضوء الفجر، وفجر الإسلام والنصر قادم بإذن الله، لكن هذا النصر لن يكون إلا يوم أن توجد الجماعة التي تستحق هذا النصر، وإلا فكيف ينصر الله أمة خذلت دينه؟ انظر إلى واقع الأمة، سترى الكذب والغش وعقوق الوالدين، سترى أكل الربا والظلم والعدوان، سترى الغي والضلال، سترى الحرب تعلن على الله وعلى دين الله آناء الليل وأطراف النهار، فكيف ينصر الله أمة خذلت دينه؟ إخواننا، إن النصر سلعة غالية، والسلعة الغالية لا تطلب بالثمن الرخيص، كذا المعالي إذا ما رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب، حتى ندرك هذه المعالي وهذه الكرامات لا بد من بذل الغالي والنفيس من أجل نصرة هذا الدين، لا بد من العودة إلى الله، ليس لها من دون الله كاشفة. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا، وأسأل الله أن يردنا إلى دينه وسنة نبيه ردا جميلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي الفاضلة نهلة، مداخلة قيمة أتركها بجمالها من غير تعليق، عسى الله تبارك وتعالى أن يجعلها تستقر في القلوب. نعم، كيف ينصر الله أمة خذلت دينه؟ إذا أردنا أن ننصر دين الله تبارك أسماؤه فلا نتوانى، لابد أن يكون لنا إيجابية. إن الصحابي الطاهر كان يقف أمام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا استشعر نور الإيمان دخل قلبه، والله كان يلح على رسول الله ويقول له: إن قومي انتشر بينهم الزنا وكفروا بالله تبارك وتعالى، أرسلني يا رسول الله من أجل أن أدعوهم إلى الله عز وجل. فبعد إلحاح شديد يأذن له النبي المصطفى، ثم يعود مرة أخرى ويقول: والله يا رسول الله أسمعتهم ما سمعته منك، ولكنهم أصروا على ما هم عليه، ولم يسلم إلا بعض قرابتي، ادعوا الله عليهم يا رسول الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فيرفع النبي المصطفى كف الضراعة ويقول: اللهم اهدهم، فيهتدوا بدعاء الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، بل كان الرجل الذي ربما كان رئيسا لقبيلة كلها لصوص يذهب إلى رسول الله ليلتقي به فيسمع منه وحي السماء ويسلم، وسبحان الله قبيلة كلها لصوص تسلم بين يديه. نعم أيها المسلمون عباد الله، هؤلاء الأطهار الذين قدموا لدين الله تبارك وتعالى ما لم نستطع نحن أن نقدمه، ولكن تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. لابد أن يكون لنا إيجابية، ولابد أن يكون لنا بصمة. أنني أقف خاشعا متعجبا من شأن نملة خلقها الله تبارك وتعالى في مملكة سليمان، ترى جيوش سليمان المنظمة ستحطم مجتمع النمال، ما تركت أمتها وما تركت مجتمعها يهلك، ولكن وقفت خطيبة على صخرة وقالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، يعني تبسم ضاحكا متعجبا من شأن نملة حملت هم أمة. فليتنا نصل إلى هذا النسق، أننا أعطانا الله تعالى ملكات نستطيع بها أن ننصر دين الله. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لو تحركنا لله تبارك أسماء والله سينفع ربنا بنا، ولكننا تقاعسنا عن خدمة ديننا وتقاعسنا عن بذل حتى أقل القليل لنصرة هذا الدين. أحبتي الكرام الفضلاء،
أنني أحيي إخواني وأخواتي الذين داخلون بمداخلات يتألمون وتتألم قلوبهم، يتألمون من تقاعس المسلمين وتخاذلهم عن نصرة دينهم، يتألمون لأن المسلمين لم يكن لهم إيجابية يتقدموا بها لخدمة دين رب البرية. نعم، وأنا أقول مليون مرة الله تبارك وتعالى ناصر دينه، ولا بد أن يتفوق هذا الدين، ولا بد أن يتقدم هذا الدين، ولكن إذا تقدم وتفوق لا بد أن يكون التفوق على أكتاف أناس نظروا أنفسهم وأموالهم وحياتهم لدين الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم أحبتي الكرام، وأتمنى أيضا إخواني وأخواتي الفضلاء أنه مع الإيجابية ومع ما يطلب منا من إيجابية لخدمة هذا الدين، أتمنى أن يقوم الشباب والشيب، أتمنى أن تقوم الأمة برجالها وأطفالها ونسائها في جوف الليل، وهذا أمر نطيقه ونضرع إلى الله تبارك وتعالى. إن النبي المصطفى كانت إذا تأزمت عليه الأزمات وتأخر عليه النصر كان يبتهل إلى الله ويبكي ويتذلل لله جلت قدرته، فإذا تذلل وضرع وضرع معه أصحابه تنزل النصر من عند الله رب العالمين. فأتمنى أحبتي الكرام أن نقوم في جوف الليل ونضرع إلى الله عز وجل، فإذا قمنا في جوف الليل وضرعنا إلى الله فالله تبارك وتعالى هو الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بل قال النبي المصطفى: إن الله يتنزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة في كل ليلة فيقول: هل من سائل فألبي سؤله. فلماذا لا نقوم في جوف الليل أحبتي الكرام نضرع إلى الله وندعو لهذه الأمة الحزينة الأمة المكلومة، ندعو بيقين وصدق، فلربما كان من بيننا رجل أو امرأة مستجاب الدعوة. إن صلاح الدين الأيوبي كانوا يقولون له: كيف انتصرت على اليهود؟ كان يقول بقيام الليل والتزلل بين يدي الله في وقت السحر. نور الدين محمود زنكي كان الفرنج يقولون إنه لا ينتصر علينا بكثير عدة ولا بكبير عدد، ولكن ينتصر علينا بقيام الليل، يتزلل يطلب من ربه في جوف الليل النصرة فيعطيه ربه سبحانه وتعالى النصرة بسهولة ويسر. نعم، وأتمنى من ضعاف الأمة وفقراء الأمة الذين لهم عند الله تعالى مقال، أتمنى أن يتوجهوا بقوة قلوبهم للعلي الأعلى سبحانه وتعالى ويضرعوا: يا من كسركم الفقر، إن قوتكم ليست في مالكم ولا في أبدانكم، فلربما كنتم مرضى. فيا أخي المريض، يا أخي الفقير، قوتك في قلبك، توجه بها إلى الله واضرع، وإن شاء الله دعوتك مستجابة عند الله. يقول النبي المصطفى: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يا أيها العجائز، يا من شاب منكم الشعر، يا من وهن منكم العظم، يا من صبرتم على امتحانات الله وابتلاءاته، إن لكم عند الله مقال، اضرعوا إلى الله جل وعلا. أقول وأكرر: قال النبي المصطفى: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فاضرعوا إلى الله، اضرعوا إلى الله تبارك وتعالى في جوف الليل، اضرعوا وتزللوا بين يدي العلي الأعلى سبحانه وتعالى، اضرعوا أن ينصر الله تعالى هذا الدين، وأن يولي أمور الأمة خيارها ولا يولي أمور الأمة شرارها، فإن لكم عند الله تعالى مقال، ودعوتكم عند الله تبارك وتعالى لا ترد. أقول وأكرر: قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ نعم أيها المسلمون عباد الله، فلا بد من دعاء ولا بد من ضراعة، لأن الله تبارك وتعالى وعدنا إن دعونا وضرعنا بين يديه أن يستجيب الله تبارك وتعالى لنا.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. بل قال ربنا سبحانه وتعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني الله لا يبالي بالبشرية لولا دعاء الصالحين عندما يبتهلون إلى الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم إخواني وأحبتي الفضلاء، أيضا أريد أن أبين أنه من أسباب النصر، وأتمنى أنه يكون كلامي من القلب إلى القلب أحبتي الفضلاء الأخيار، أبين أن من أسباب النصر بث الثقة في قلوب الناس، لأن الناس عندما يسمعون الإعلام، الإعلام الرزل، الإعلام الندل، الإعلام الذي يطعن في أعراض الشرفاء، الإعلام الذي يظهر أهل الفضل بأنهم من أرازل الخلق، هؤلاء الأفاكين، هؤلاء الذين يأكلون على كل الموائد، لا تسمع لهم ولا تصدقوهم عندما يلصقون التهم بالأطهار. نعم هذا الذي لا يتورع أن يطعن في عرض مسلم، لا يتورع أن يطعن في عرض مسلم، ولا يتورع أن يطعن في عرض صالح من الصالحين، ولا يتورع أن يطعن في أهل الفضل، هؤلاء الذين هم ثروتنا القومية في بلادنا، الذين ركعوا لله وسجدوا، الذين قاموا الليل وصاموا النهار، الذين دعوا إلى الله تبارك وتعالى، الذين ملأوا ربوع المعمورة طاعة. نعم قال النبي المصطفى والله لولا أطفال رضع وبهائم رتع وشيوخ ركع لصب الله عليكم العذاب صبا. هؤلاء الأطهار، هؤلاء الذين انكسروا لربهم سبحانه وتعالى يوم أن يتناولهم غر يأكل على كل الموائد، غر يلصق التهم بالأطهار. أنا أخاطب أحبتي الفضلاء في الدنيا كلها، لا تصدقوهم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أقول أكرر، ينبغي علينا يا مسلمون ألا نسمع لفاسق أفاك يريد أن يلصق تهمة برجل صالح، طعوا كلامهم تحت نعالكم، لأنه ربما كان مأجور، وربما أخذ الآلاف المؤلفة من أجل أن يقول هذه الكلمات ليطعن بها في عرض مسلم، ربما كان إيمانه يرفعه إلى مصاف ملائكة الله عز وجل. وفي قراءة أخرى، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأنا أتمنى من دعاتنا من فوق أعواد المنابر، ومن فوق كراسي الوعظ، ومن فوق كراسي الفضائيات، أن يعيدوا الثقة في قلوب المؤمنين في إخوانهم، ويعيدوا الثقة في قلوب الناس قاطبة، ويبينوا لهم أنهم إن اتبعوا الحق فهم منصورون بإذن الله رب العالمين. فالنصر وعد ربنا تبارك وتعالى به، فقال ولينصرن الله من ينصره. ولكن أحبة الفضلاء كلمة أقولها في عجالة، عندما نتذكر الآية التي ذكرنا بها أخي الحبيب أيمن، ألا وهي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية تبين حقيقة جميلة رائعة، ألا وهي أن نصر هذا الدين لابد له من جهاد واجتهاد، ونصر هذا الدين لابد له من بذل وتضحية،
وإذا كان البذل والتضحية لخدمة هذا الدين فالجزاء عند الله جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم أقول أكرر أحبات الفضلاء، لا بد من بذل ولا بد من جهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أقول أكرر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأريد أن أبين أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بشر الأمة ببشريات رائعة قال فيها: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقال النبي المصطفى أيضا: لا يزال الإسلام يزيد وينقص الشرك وأهله حتى تسير المرأتان لا تخشيان إلا جورا، والذي نفس محمد بيده لا تذهب الأيام والليالي حتى يبلغ هذا الدين ما بلغ هذا النجم. أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، أقول أكرر، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الأيام والليالي حتى يبلغ هذا الدين مبلغ هذا النجم. أو كما قال سيدنا وتاج رؤوسنا صلى الله عليه وسلم: إنها بشريات أحبتي الأخيار الفضلاء، النبي المصطفى ساقها، وأسمعناكم من آيات الله تبارك وتعالى ما تستبشرون به أن النصر والغلبة لهذا الدين وأهله. نعم بشريات تذهب كل يأس، بشريات تدفع القنوط وتثبت الأمة. إن النبي المصطفى هو الذي قال: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، أخرجه العلامة الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب. نعم أحبتي الكرام، فهذه الأمة لها الرفعة ولها السناء ولها الغلبة ببشرى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن أيها المسلمون عباد الله، إن الواجب على أهل الإسلام كلما اشتدت بهم البلايا والرزايا أن يقوى تضافرهم ويشتد تناصرهم لنصرة دينهم وحماية بلادهم، وأن يكونوا صفا واحدا متعاضدين متساعدين متساندين متعاونين على البر والتقوى متناهين عن الإثم والعدوان نابذين العداء والبغضاء حتى يفوتوا على العدو فرصته وبغيته في زرع بذور التمزق وجذور التفرق، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وفي صحيح مسلم قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. في هذه الفترة وفي هذه الأيام ينبغي أن ننبذ الفرقة والخلاف وأن نكون على قلب رجل واحد متعاونين على نصر هذا الدين. أحبتي الكرام، نعم متعاونين على نصر هذا الدين، كلنا نتعاون، ننسى الخلافات، لا ننظر إلى فلان هذا، لا ننظر إلى فلان هذا، هل ينتمي إلى طائفة ليست بطائفتي؟ إن النبي المصطفى جمع الأمة كلها في صف واحد فقال: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو أخ لنا، له ما لنا وعليه ما علينا، فلا تغفروا الله في ذمته، فتعالوا نتعاضد وتعالوا نتعاون لنصرة هذا الدين. أحبتي الكرام، آملين من الله تبارك وتعالى أن يولي على الأمة الصالح الطاهر الذي يتقي الله تبارك وتعالى فينا، الذي تزداد أمانات العباد بين يديه. تعالوا بنا نتعاضد ونتمنى على الله جلت قدرته أن يولي أمورنا خيارنا ولا يولي أمورنا شرارنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير.
أحبتي الكرام، كان موضوعنا في هذه الليلة الغراء بعنوان ألا إن نصر الله قريب، إن كنت وفقت فيه فمن الله تعالى وحده، وإن كان زل مني اللسان أو خانني البيان فمني أنا ومن الشيطان. وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. شكر الله لكم حسن متابعتكم، وأشكر كل أخ وأخت دخلونا في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة، تركنا مكافأتهم لله، كما لا يفوتني أن أشكر إخواني فريق العمل الذين يعملون خلف الكاميرات ويبذلون مجهودا جبارا. أقول لهم تقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهدكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله عنا وعن جمهور المشاهدين خير الجزاء، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. أحبتي الكرام، إني أحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك.